باسل جورجيس تعليق. والله يعني ايش علق، هو نجم مونديالي يعني نتحدث عن المتغير الاخير، انسان انسان محترم. تغييره صحيح؟ لا خطا، خطا خطا كبير، ما فد ما ارتكب فد خطا، او هو هو شغلته جوازات لاعبين اتصال. هو اولا يعني رجل عائلته خارج العراق وموجود هنا، هو مو مدرب، هو اداري، ما مقصر بعمله كحجيز ما حجيز. بعدين الخبره اللي عنده صارت المفروض يبقى حتى يعلم الاخرين. انت من جيت طلعته بهاي الطريقه، ويعني اللي موجود راح يجيك من استراليا، يجوز هم رجل يعني محترف او رجل فني، بس تعرف يجيك من استراليا ويرجع ومسافات بعيده، مشكله. هذا الرجل يعني انا اشوفه انظلم 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 جدا. الصوره الأخرى.